بارك الله فيكم. سؤالها الأخير تقول: فضيلة الشيخ، أنا والحمد لله أحافظ على صلاة الفجر في وقتها، ولكن في بعض أيام الدراسة لا أستطيع ختم صلاتي ولا الإتيان بأذكار الصباح إلا بعد الشروق بحوالي نصف ساعة أو أكثر، وذلك لانشغالي بإعداد الفطور لزوجي وأولادي، وكذلك المساعدة لأولادي في لبسهم للثياب المدرسية، وبعد خروجهم أقوم بختم صلاتي والإتيان بأذكار الصباح وأصلي الضحى حسب ما أستطيع من ركعات، إما 12 ركعة أو 6 أو 4، فهل عملي هذا صحيح؟ أرجو منكم التوجيه. لا ندري ما المقصود بختم صلاتها، فإذا صلت صلاة الفجر في وقتها فهذا هو المطلوب الواجب عليها. أما الأذكار فهي سنة، إن تيسر لها أن تأتي بها دبر الصلاة فهذا هو المشروع، وهو وقت الذكر الموظف في دبر الصلاة، فإذا انشغلت عنه وفات وقته إنها لا تقضيه لأنه فات وقته، ولكن تذكر الله عز وجل لأن ذكر الله مشروع في كل وقت. لكن الأذكار المحددة في دبر الصلاة إذا فات وقتها إنها لا تقضى، ولكن تذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا وتكثر من ذلك وتصلي صلاة الضحى، كل هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من أجل أن يزدادوا من الخير. ولكن الذي نوصي هذه السائلة به أن لا تفرط بالذكر بعد دور الصلاة، تأتي بالتهليلات العشر ثم تقول ربي أجرني من النار 7 مرات، ثم تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33، ثم تقول تمام 100: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهذا لا يستغرق وقتا طويلا، ثم تنصرف إلى أعمالها وشؤون أولادها. فلا تفرق بالأذكار التي في أدبار في دبر صلاة الفجر وغيرها من الصلوات الخمس، وهي لا تستغرق وقتا طويلا يفوت عليها شغل أولادها وشغل بيتها. نعم.